بطوله قويه، مش اول بطوله لان تاني بطوله. الحمد لله كسبنا، والحمد لله احسن لعب. مبسوطه جدا وبحب التورنمنت دي قوي، بنجيها كل سنه والحمد لله بنكسب. كانت استضافة كويسة جدا والتنظيم كويس جدا والحمد لله. فعلا كانت منظمة وكانت حلوة قوي، لا والملاعب حلوة كمان، لا كانت حلوة. الجامعة طبعا حلوة وفيها أنشطة رياضية والكورة وبتاع، فممكن طبعا نقدم فيها بعد كده. بقيت التنظيم أحسن من ده بصراحة، ولا ما أحسن جامعة موجودة في 6 أكتوبر. ده ختام بطولة الـ MSA للمدارس الدولية التي تنظمها إدارة رعاية الشباب. احنا 76 مدرسة كلهم مدارس انترناشونال شاركوا في هذه البطولة المتميزة. عدد الطلبة المشاركين 1650 طالب من مختلف مدارس الجمهورية. كل إدارات الجامعة المعاونة شاركت في تنظيم هذه البطولة وشاركت في تقديم كل الدعم لنجاح هذه البطولة. إدارة رعاية الشباب بتشكر هذه الإدارات وبتشكر طبعا على رأسهم ماما دولة دجوي وإدارة التسويق بقيادة الدكتور أحمد دجوي.